أعلنت الجزائر بدء إنتاج الغاز في حقلين جديدين، ما يعزز صادرات الغاز إلى أوروبا في المرحلة المقبلة. وقالت شركة سونوتراك الجزائرية إنه في إطار العقد الموقع بينها وبين شركة إيني الإيطالية بدأت إنتاج الغاز في حقلين من منطقة حوض بريكين وفق نظام المسار المتسارع. وأشارت الشركة إلى أن الإنجاز سمح ببلوغ معدل إنتاج يومي يقدر بمليون متر مكعب من الغاز وأربعة آلاف برميل من السوائل. بحث وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب مع مفوضية الاتحاد الأوروبي للطاقة كاري سامسون موضوع الطاقة. وقالت وزارة الطاقة الجزائرية أن الاجتماع تركز على نقاش سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الطاقة. وأضافت الجزائر أن هذا الاجتماع هو السنوي الرابع للحوار السياسي بين الطرفين، مشيرة إلى أنهما اتفقا على تشجيع وتسهيل الاستثمارات في قطاع الطاقة وتطوير البنى التحتية الخاصة بها. الاجتماع يهدف إلى تنمية الاستثمارات في مجال المحروقات وتطوير صناعة الغاز والهيدروجين والكهرباء. معنا من الجزائر مراسلتنا جهيدة رمضاني. جهيدة، مرحبا بك معنا في هذه الفترة الإخبارية. إذن اجتماع مهم على ما يبدو فيما يتعلق باستثمارات الطاقة للجزائر، ومهم أيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. لو تضعينا في تفاصيل المخرجات المتوقعة من هذا الاجتماع. نعم حامد، ردا على بعض الأصوات التي نفت الصبغة الطاقوية أو الصبغة الاقتصادية لزيارة إليزابيث بورن إلى الجزائر، بعدها بساعات تتحرك وزارة الطاقة ويعقد المنتدى الخامس لرؤساء الأعمال بين الجزائر والاتحاد الأوروبي هنا وتتمخض عنه مخرجات. في هذه الأثناء يصرح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب بحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وأيضا برئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي في إطار الملتقى الخامس للشراكة الطاقوية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي قال أن هذا المنتدى الأعمال الاقتصادي هو فرصة للمتعاملين الاقتصاديين من أجل إبرام عقود جديدة، هكذا يقول وزير الطاقة، مبرزا أنه من أبرز مخرجات هذا المنتدى هو الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والتي مكنت من إبرام عقود هادفة ومثمرة. وتحدث أيضا وزير الطاقة عن إمكانيات التعاون بين الطرفين التي لن تنحصر فقط في دور الجزائر على إمدادات الغاز كونها الممول الرئيسي للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، نعم باعتبار أنها تحتل المرتبة الثالثة لتمويل الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج حسب آخر الأرقام. إذن في هذه الأثناء يتواصل عقد هذا المنتدى الاقتصادي الهام والفريد من نوعه بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يتزامن أيضا مع إعلان شركة سوناتراك في عشية أمس إلى زيادة إنتاج إمدادات الغاز إلى أوروبا من خلال إنتاج في حقلين جديدين، تحديدا في حوض بريكين في حاسيب سعود في صحراء البلاد. إذا سوناتراك أيضا كما تفضلت قبل قليل أكدت أن هذه الزيادة تأتي في إطار العقد المبرم بين الجزائر وبين شركة سوناتراك المختصة في الطاقة وبين شركة إيني الإيطالية في إطار الشراكة الكبيرة بين الجزائر وإيطاليا في إطار خاصة الطاقة، وهي زيارات كبيرة كقادة رؤساء كلا البلدين وتمخض عنها شراكة اقتصادية مهمة. إذا حامد، المستجدات تتواصل في هذا الموضوع. في هذه الأثناء الكلمة لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي في الجزائر في ختام هذا المنتدى الهام الذي عقد انطلق أمس ويختتم
اليوم ويأتي للحديث عن آفاق تطوير صناعة الغاز والتعاون في مجال الطاقات المتجددة. جهيدة رمضاني كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك.